فاسألوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول حق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده سبحانه وتعالى، متبعين لهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأشرف أن أكون ضيفا على فضيلة الشيخ شعبان درويش الداعية الإسلام المعروف. أهلا مرحبا شيخي الكريم. حياك الله أستاذ أحمد، نورنا وربنا ينفع بيك. بارك الله فيك. اللهم أمين يا رب العالمين. وإلى أن تأتينا الاتصالات من حضراتكم، نبدأ كما تعودنا معكم بالأسئلة الواردة على الصفحة أو شريط الرسائل. سائل يسأل ويقول: شيخ الكريم، ما حكم إدخال القرآن الكريم في الهاتف على الموبايل رغم أنني أدخل الموبايل معي للمرحاض؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، لا شك أن المسلم ينبغي أن يكون معظما لكتاب الله عز وجل، وهذا التعظيم ينعكس على المسلم في جميع أحواله، في قراءة القرآن وفي مدرسة القرآن وفي تدبر وخشوعه مع القرآن وفي عمله وطاعته واستسلامه للقرآن الكريم. أما مسألة أن يكون القرآن منسوخا على جهاز الموبايل أو التليفون، فإن هذا شيء حسن، لأنه ربما يكون مساعدا له أن يتذكر قراءة القرآن على أي حال كان، وهو في السيارة وهو في طريقه وهو في أي مكان كان. أما مسألة أنه يدخل إلى المرحاض أعزكم الله ومعه جهاز الموبايل، فإن هذا شيء لا بأس به، لأن القرآن محفوظ بطريقة تختلف عن طريقة الصحف، يعني القرآن في الجهاز معبأ بطريقة تختلف عن طريقة الصحف والمصاحف والأوراق، وبالتالي إذا كان يأمن ألا يطال هذا الجهاز شيئا من النجاسات أو شيء من هذا القبيل، فإنه لا بأس به، لأنه هو يعني على قرص مدموج وليس على ورق مكتوب، وبالتالي لا يندرج عليه حتى الحديث الوارد بإسناد ضعيف في هذا المقام، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا لا بأس، لا بأس إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، خاصة أن لو قلنا له اترك الهاتف خارج المرحاض ان شاء الله هيخرج ولن يجده، اسال الله العافيه. نعم، ربنا يرحمنا، خاصه لو كان خارج البيت، لكن في البيت هيلاقيه طبعا ان شاء الله. كيف احقق التوبه النصوح وكيف يعني الثبات عليها؟ فهي تقول: فانا دائمه التعثر في سيري الى الله، كيف اعلي همتي؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، لا شك أن النبي عليه صلوات الله وسلامه قال في حديثه الذي رواه الإمام أحمد وغيره: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وكان هو صلى الله عليه وسلم هو يعني من يندبنا عمليا أن نتأسى به في التوبة صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عنه الحديث في صحيح مسلم: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله عز وجل ندبنا في القرآن الكريم إلى التوبة النصوح: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح هي التوبة التي استوفت شروطها، كما قال أهل العلم: ندم دائم على ما وقع فيه العبد من معصية الله عز وجل، سواء كانت من المحرمات الكبائر أو كانت حتى من المكروهات الصغائر. الأمر الثاني: عزم أكيد على عدم العود إلى هذا الذنب ولا إلى غيره. الأمر الثالث: كثرة العمل والاستغفار والطاعة، عسى أن يثقل هذا موازين الحسنات فتغلب ميزان السيئات ويتوب الله عز وجل علينا وعليه. الأمر الرابع: لأجل الثبات على هذه التوبة لا بد أن يستحضر دائما خشية الله، ويستحضر مراقبة الله عز وجل له، وأن يأنس دائما بالصحبة الطيبة الصالحة، وألا يترك دائما ورده من القرآن الكريم ولا ورده من الأذكار في الصباح والمساء وعند النوم وعند الخروج من البيت وإن عند العودة إلى البيت والمسجد والخروج من المسجد، فإن هذه الأذكار تثقل موازين الإنسان
وترطب القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تفضل أستاذ أحمد من سوهاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معذرة على الإطالة أستاذ أحمد. السلام عليكم. قطع الاتصال، أأسف والله ما استطعت أن أقطع حديث شيخي لأن الموضوع كان متصلا، فأعتذر إن أصابك ضرر. أسأل الله عز وجل العافية وعاود الاتصال من فضلك. شيخي الكريم، هل هناك من بقية لعلو الهمة؟ نعم، لا شك أن الإيمان كما قال أهل العلم يزيد بالطاعة، ويضعف ويقل الإيمان بالمعصية. فالإنسان إذا اجتنب المعاصي وحاول جاهدا أن يلتزم الطاعات سواء كانت واجبات أو مستحبات، فإن هذا يعينه ويقوي إيمانه. وكما قلت، المداومة على الأذكار، والمداومة على ورد القرآن الكريم، والمداومة على صلاة الجماعة، والمداومة على دروس العلم، والمداومة على صحبة الصالحين، فإن هذا كله مما يعين الإنسان على الثبات على التوبة، وعلى أن يزداد إيمانه صاعدا، والله تعالى أعلى وأعلى. صلى الله عز وجل أن يرزقنا مصاحبة الصالحين. نعم. والبعد عن الأشرار. نعم. اللهم أمين يا رب العالمين. سائل يسأل ويقول: ما هو مس الجن، وما الفرق بينه وبين الصرع، وما هي أنواع الصرع، وكيف ننجو من هؤلاء، وما حكم قراءة روايات الرعب التي تخلو من الكلام المحرم حول من الكلام المحرم حول الجنس وغيره. هي مجموعة أسئلة، وليكن السؤال الأول: ما هو مس الجن؟ والله يا أخي الحبيب أستاذ أحمد، أنا لا أريد المسلم ولا المسلمة أن ينشغل كثيرا بهذا الأمر. نعم، مما اتفق عليه جمهور السلف أن ثمة علاقة بين الإنس والجن، وهذه العلاقة قد يتعدى فيها الجن حدود الله عز وجل، فيتعدى على بني آدم ويوقع عليه شيئا من الأذى، كالوارد في القرآن الكريم فيما يعرف بالمس الشيطاني. وهذا المس لا يزعجنا كثيرا، وحتى الحسد والعين لا تزعجنا كثيرا، لأنهما أن عرف الدواء فلا بأس حينئذ ولا مندوحة أن نخاف من الداء نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتغلب على هذه الأمور جميعا، والتغلب عليها ليس بشيء مرهق ولا بمتعب، إنما هو بأحراز شرعية كفاتحة الكتاب، كآية الكرسي، كالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، كسورة الإخلاص، كسورتي المعوذتين الفلق والناس، فضلا عن المواظبة على أذكار الصباح والمساء. هذا هو العلاج. نعم. وطريقة النجاة. هذا هو لكن العلاج. هو كان يسأل مس الجن والفرق بينه وبين الصرع. أنا يعني الصرع عرض من أعراض مس الجن. أنا لا يشغلني المرض ولا أعراض المرض، لأنه الحديث عن المرض وعن أعراض المرض تجعل بعض المستمعين وبعض المشاهدين. طب أحمد عاد. طب شوف. السلام عليكم يا أستاذ أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا مرحبا. أنا عايز أسأل بس، يعني أنا بشتغل مع صحبة سيئة، يعني أحيانا بيسبوا الدين والغيبة والنمية، فهل أنا يعني ذنبي يعني إني أشتغل معهم؟ طيب، في سؤال تاني يا أستاذ أحمد؟ لا شكرا. شكرا، بارك الله فيك. أسأل الله عز وجل الحفظ لنا ولك ولجميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، اللهم أمين يا رب العالمين. إذا مسألة إن إحنا نقول المس نوعه كذا، وأنا مع حضرتك يعني في نفس الموضوع، والجن نوعه كذا، والصرع نوعه كذا، الخوض في هذا الأمر، الخوض في ممكن نصيب حد بالوسوسة، كثرة الكلام في هذا الأمر عن الأمراض وعن أعراض هذه الأمراض، هذا يوقع الوهن والضعف في نفوس بعض الإخوة والأخوات، أصلح الله حالنا وحالهم، ويجعل بعضهم يفكر في نفسه بأثر الرجعي، يقول أيوة صحيح ما أنا كان يأتيني الصداع بين الحين والحين، أيوة صحيح ما أنا كان يأتيني كذا بين الحين والحين. ولذلك أنا لا أحبذ أبدا الحديث عن الأمراض ولا عن أعراض هذه الأمراض الشيطانية، إنما يهمني جدا أن نتحدث عن الدواء، لنفتح الأمل أمام إخواننا وأخواتنا ألا تضعف عزيمتهم. والله عز وجل يكفينا في القرآن الكريم أنه قرر إن كيد الشيطان كان ضعيفا، سواء كان بمسه أو بنفسه أو بحسده أو بعينه أو بأي شيء من أذى، فإن كيد الشيطان كان ضعيفا، ضعيف يعني في مقابل الأحراز الشرعية التي يحترز بها المسلم. يعني على سبيل المثال، لو أن المسلم سبح الله عز وجل، قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح قبل الإشراق،
ومئة مرة في آخر اليوم قبل الغروب فإنها ستكون حرزا له من الشيطان يومه. من يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم كانت له حرز من الشيطان على مدار يومه. من قرأ آية الكرسي لا يقربه شيطان حتى يمسي كما ورد الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الأحراز الشرعية موجودة والأدوية الشرعية موجودة، فلا نشغل بالنا بأعراض الأمراض ولا بأسماء الأمراض، إنما نشغل بالنا فقط بشيء واحد، كيف يتقي المسلم هذه الأمراض عن طريق الأحراز الشرعية، فالوقاية خير من العلاج. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم ارزقنا هذه الوقاية. ما حكم مصافحة المرأة للرجل وهي ترتدي قفازين؟ جاوبني. نعم، عموما مصافحة المسلم للمرأة المسلمة الأجنبية لا تجوز، إنما الجائز والمشروع هو أن يصافح المحارم من النساء. كان يصافح الرجل أمه أو جدته أو أخته أو ابنته أو زوجته أو عمته أو خالته أو زوجة أبيه مثلا، أما ما سوى ذلك فليس بمحارم من النساء. وعائشة رضي الله عنها أخبرتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط لا تحل له. أما أن يحتال على هذه المصافحة فنقول أنها مصافحة من وراء حائل، قلنا لو كان هذا صحيحا أو كان هذا شيئا حسنا ما الذي يمنع النبي أن يفعله عليه الصلاة والسلام، وقد أتت النساء إليه للبيعة فأشار إليهن رسول الله بيده أن قد بايعتكن كلاما، على الرغم من أنهن في الغالب يلبسن القفازات، فكان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتقي شر المصافحة المباشرة بالمصافحة غير المباشرة، ولكن لم يفعل رسول الله ذلك ولا أحد من أصحابه ولا أحد من السلف الصالح. فأرى أن هذا شيئا من الاحتيال، وإن كان بالطبع هو أهون خطأ من ملامسة المصافحة الصريحة، لكنه فيه احتيال، والأولى أن نقف عند حدود الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا. يقول أعاني من اضطرابات في القولون مما ينتج عنه أثناء صلاتي أن أسمع أصواتا من داخل البطن، من الممكن أن أشعر بها في صورة تسميع في الدبر، فهل لي أن أكمل صلاتي أم أتوضأ مرة أخرى؟ وإذا كان أحد الشيوخ الكرام في برنامجكم أجاب أحد المتصلين بقوله لا تخرج من صلاتك حتى تسمع صوتا أو تشم ريحا، فما حدود هذا الصوت وهذا الريح، وخاصة إذا كانت هناك مع الاعتذار اضطرابات في البطن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، لأنني كثيرا أخرج من صلاتي لإعادة الوضوء. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه وجميع مرضى المسلمين. آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن يشفيه الله تبارك وتعالى، فإن هذه الاضطرابات في البطن التي تنتج عنها أصوات داخل البطن أو حركة وتقلبات داخل البطن لا تجعل المسلم يخرج من صلاته، لأن هذا السؤال بنفس هذه الصيغة وبنفس هذا العرض عرض على النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل يجد الشيء في بطنه، الشيء يعني يجد الحركة وتقلبات الأنواع الكركبة يعني إنجاز التعبير في بطنه، يخرج من صلاته؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وليس المقصود سماع صوت حركة الأمعاء في البطن، ليس هذا هو المراد، إنما المراد أن يسمع صوت الضراط الذي يخرج من الدبر، أو أن يشم ريح الفساء أعزكم الله التي تخرج من الدبر، وهذا هو اللفظ العربي المعبر عنها. نعم. كما في لغة العرب. إذن هو لا يخرج حتى يقع هذا اليقين منه، إما صوت الضراط وإما أن يجد الريح فعلا، أما ما سوى ذلك ما دامت الحركة ما زالت داخل البطن فإنه يكمل صلاته ولا شيء عليه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. نأخذ اتصال الأخ أحمد أو نجيبه. يقول أنا أشتغل مع من يسب الدين، نسأل الله عز وجل المستعان، فهل عليه إثم في ذلك؟ والله أخ أحمد، إن كنت صاحب العمل لك على عمل على هذا العمل ولاية، فلا يجوز أن تشغل عندك هؤلاء، خاصة إذا كان فيه من يسب الدين، وهذا يعني جاء بأكبر البلايا وأخطر الخطايا.
أو كان هناك من يغتاب ومن ينوم، فإذا كنت صاحب العمل وصاحب ولاية على هذا العمل بمعنى أنك رئيسهم في العمل، فعليك أن تزجر هؤلاء وأن تمنع هؤلاء. حتى لو كنت صاحب عمل وطردتهم من عملك فإن هذا خير لك، لأن هذا من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر. أما إذا لم تكن لك ولاية بمعنى لست صاحب العمل ولست رئيسهم في العمل، ففي هذه الحالة نقول حتى وإن اضطررت أن تعمل إلى جانبهم في عمل واحد أو في مكان واحد، لكن يمكنك أن تعتزل شرهم وألا تشاركهم مجالسهم وألا تأكل ولا تشرب معهم، إنما اجعل الموضوع صحبة عمل فقط بينك وبينهم، مع مداومتك على أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. حرام عليكم يا جماعة، اتقوا الله يا جماعة. انت يا فلان تقبل أن يتكلم أحد عنك في غيبتك؟ سب الدين حرام وكبيرة من الكبائر، وربما يؤدي بك إلى الكفر. طبعا هذا أمر بمعروف ونهي عن المنكر بالحكمة وبالموعظة الحسنة، وإلا إن استجابوا فبها ونعمة، وإلا فدعهم في عملهم وخليك أنت في عملك، ولا تكن صاحبا مشاركا لهم في هذه المعاصي، لا آكلا ولا شاربا ولا قعيدا. الله تعالى أعلى وأعلم. ربنا يحفظك يا أستاذ أحمد. أستاذ ثناء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا. نعم تفضلي. أنا متزوجة من 30 سنة ما شاء الله، وكان مؤخر الصدقة بتاعي 3000 جنيه، وأنا أعرف أن اللهم صل على محمد أن مؤخر الصدقة ده الزوج يرد للزوجة في أي وقت تطلبه، فأنا دلوقتي أجي أطلبه من جوزي أخده برضو 3000، ولا لان انا ساعه ما اتجوزت كان جرام الذهب 14 جنيه، دلوقتي حياتك عارف جرام الذهب ب 260 مثلا او 250، فهل هيجوز دي 3000 هي ولا بمقدار الذهب؟ السؤال واضح يا مولانا؟ واضح. شكرا لحضرتك، ربنا يبارك. ربنا يتقبل يا رب. حاضر يا حاجه سناء. امة الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال سؤالين؟ تفضلي. السؤال الاول، هل يجوز ان انا اسافر مع اختي وزوجها في السياره بتاعتهم من القاهره للمحله بدون زوجي، مع العلم ان احنا ما عندناش سياره ومفيش لزوج عذر ان هو ما يجيش معايا يعني. ده السؤال الاول. ماشي. السؤال الثاني، السؤال الثاني، اما الامام يصلي صلاه المغرب طلع باربع ركعات، احنا نفضل نستناه يعني يعني الامام اخطا واتى بركعه زائده، في صلاه المغرب، فننتظر في الركعه الثالثه لحد ما ينزل هو ونسلم معاه ولا نطلع معاه؟ حاضر، شكرا. السلام عليكم. ربنا يتقبل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحاجه سناء متزوجه منذ 30 سنه، اسال الله عز وجل ان يعطيها الصحه، مؤخر الصداق 3000 جنيه، هل من حقها أن تطالب زوجها بها بمؤخر الصداق؟ وهل إذا أعطاها تأخذ بنفس القيمة عشان الذهب وقيمة الذهب، أم ماذا تفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن مؤخر الصداق اللي هو المتمم لمقدمه يثبت للمرأة بالدخول، إذا ثبت الدخول ليلة البناء للمرأة فإنه قد ثبت لها تمام المهر كله. تمام. طب قبل أن نواصل نأخذ اتصال. أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. لو سمحت، أهلا مرحبا، ممكن أسأل سؤال لو سمحت؟ تفضلي. لو سمحت، هو أنا متزوجة وجوزي بيطلب مني حاجات على الفراش غير اللي هي الحاجات المحرمة، اللي هو اللي مشهور دلوقتي اسمه واضح السؤال الفموي. واضح السؤال، الجنس الفموي، فده صح ولا غلط ولا بيجيب امراض ولا لا، ولا حرام ولا حلال ولا ايه؟ لو سمحت. حاضر يا ام احمد، ربنا يحفظك. حاضر. نواصل اجابه الحاجه سناء في مؤخر الصداق. نعم. فاقول انه تمام الصداق مؤخره ومعجله يثبت للمراه كاملا بالبناء، يعني في عقد وبعدين البناء، ليلة البناء يثبت لها المهر كاملا، يعني من حقها في هذه اللحظة بعد البناء مباشرة أن تستوفي مؤخر الصداق هي أوليها من الزوج. أما مسألة أنه يتأخر مؤخر الصداق إلى فترة زمنية ثم يمكن أن نطلبه في أي وقت، نعم ممكن أن نطلبه في أي وقت، حتى قسيمة النكاح
مكتوب فيها إلى أقرب الأجل. هذا دين في رقبة الزوج، هو دين. نعم. لكن أنا أريد أن ألفت النظر إلى أن قسيمة النكاح التي يوقع الطرفان عليها الولي والزوج فيها شرط، والمسلمون عند شروطهم أن مؤخر الصداق يرد عند أقرب الأجلين، الموت أو الطلاق. فما زال المسلمون عند شروطهم ما دام الشرط ده موجود في قسيمة النكاح، أصبح مانعا أن تطلب الزوجة مؤخر الصداق من زوجها إلا في واحدة من الحالتين دول، يا الموت في أقرب الأجلين، يا لا قدر الله، لأن المسلمون عند شروطهم. إذن لا، وإذا طلبنا لا تطالب، إذا طلبنا في هذه الحالة، يعني إذا استحق للمرأة مثلا 3000 فهو كما هو، القيمة. ما كانش استثمار، تمام، إنما نفس هو القيمة. كما هو، وأنا أدلها على الأفضل. طب ناخذ الحجة زينب، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. جزاكم الله خيرا. ولو هي عايزة 3000 جنيه تاخدهم من الزوج وربنا يتقبل. يعني أظن الإجابة واضحة يا حجة زينب، حجة سناء، أسأل الله عز وجل القبول. حجة زينب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لا والله حضرتك أنا قلت له أنا مسامحة في مؤقت الصداق. أحسنت والله. أنت كنت هتسألي نفس السؤال، ربنا يحفظك. عشان ما يبقاش، عشان ما يبقاش دين في أنت حرام. أنا قلت له أنا مسامحة فيه. الله يرضى عنك. الحمد لله رب العالمين. أهم حاجة العشرة والحب والله. الله يكرمك. نعم. بارك الله في الجميع يا رب. بارك الله فيك يا شيخ شعبان وحضرتك وحشتنا. الله يكرمك يا حجة، بارك الله فيك. الله يخليك. الله. كنت عايزة أسأل حضرتك سؤالين. السؤال الأولاني بالنسبة للأحاديث، الحسن ضعيف وصحيح، يعني أعرف منين إن ده حسن أو ضعيف أو صحيح؟ وهل لو ضعيف ممكن أعمل بيه إذا كان ما فيهوش أي شبهات؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني حضرتك، كانت أختي جالها دور برد جامد قوي، والحمد لله ربنا بيكرم، يعني أنا الحمد لله بنصلي السنن كلها الحمد لله رب العالمين. فهي جت لما جت تعبت البرد ده جالها، فما بقتش تصلي سنن الظهر. فأنا دي مشكلة برضو عايزة أسأل حضرتك عليها. دايما ما تيجي تسألني على حاجة فيها فتوى، عشان أنا متابعة حضرتك ومتابعة البرنامج، فتلاقيني على طول جارية أروح قايلة لها يعني. فبرضو دي أنا خايفة جدا بس بعملها يعني. فأنا قلت لها صلاة القيام قيام الليل، لو هي مثلا ما صليش 3 أيام سنة الظهر، تجمعهم وتصليهم في صلاة قيام الليل. هل ده صحيح ولا أنا وقعت حاجة غلط؟ طيب بارك الله فيكم، جزاكم الله عنا كل خير، ربنا يرضى عنك يا حاجة زينب، ربنا يتقبل. أمت الله، هل يجوز السفر مع أختي وزوجها بدون زوجي، وليس لزوجي سيارة وليس عنده عذر كما قال؟ من القاهرة إلى المحلة، تمام، سفر أيا كان السفر، من القاهرة إلى المحل، القاهرة إلى المحلة ليس تمام. مسافة السفر المعتبرة شرعا، تمام، يعني هي أقل من مسافة السفر المعتبر شرعا. وفي كل الأحوال وجود زوج الأخت معها يقطع الخلوة بينها وبينه، وجود الزوجة لأختها يعني مع الأخت السائلة والزوج اللي هو قائد السيارة يقطع الخلوة بينهما. وقد ورد في صحيح البخاري ما بوبه الإمام عليه رحمة الله، قال باب الخلوة في وجود الناس. فهذه خلوة لكنها في وجود الناس، الناس هنا الزوجة أختها، والناس أيضا في الشارع وهم المارة ذهابا وإيابا، وبالتالي ليست هذه خلوة، فيجوز في هذا الأمر يجوز. تمام، وتلتمس لزوجها العذر لعله عنده عمل أو شيء. نعم لعله. أم خالد من المغرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال، عودي الاتصال يا أم خالد. عظيم. أمة الله أيضا تسأل سؤالا آخر وتقول الإمام صلى المغرب 4 ركعات، فماذا يفعل المصلون خلفه؟ هل يعني يبقون على حالتهم في التشهد الأخير أم يعني يستقيم معه في الركعة الرابعة، وماذا يفعله؟ إذا كان المأموم متيقنا أن هذه ركعة زائدة يأتي بها الإمام، فلا يجوز للمأموم أن يشارك الإمام في هذه الركعة الزائدة بتاتا. الإمام باني على ذكره، على فكره، يعني الإمام معذور لأنه ناسي. أما المأموم المتيقن أن هذه ركعة زائدة فلا يجوز إطلاقا أن يتابع الإمام فيها. أمال ماذا يفعل المأموم؟ أمامه أمر من اثنين، إما أن يبقى جالسا في مقعده للتشهد حتى ينتهي الإمام من الركعة الزائدة ويجلس في النهاية للتشهد الأخير فيتشهد المأموم مع الإمام ويسلم، وإما وهذا قول الجمهور،
وإما أن يفارقه، بمعنى ما أن يصعد الإمام للإتيان بالركعة الزائدة وأنا متيقن كمأموم أنها ركعة زائدة، أتشهد أنا وأنا جالس في مكاني وأسلم وأفارق الإمام، لأن هذا من الأسباب المتيحة للمأموم أن يفارق الإمام. تمام. وإن قاله البعض، ولكن خلينا مع رأي الجمهور أن يبقوا على حالتهم. نعم، أنا ذكرت القولين. نعم. لا بأس، يعني إن فعل الأولى فلا بأس وإن فعل الثانية فلا بأس. جزاكم الله خير أستاذ صالح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ أحمد؟ الحمد لله، تفضل. ألو. نعم نسمعك، تفضل أخي الحبيب، تفضل. كنت عايز أسأل سؤال بالنسبة لموضوع الإمام بيصلي وفي الركعة الثانية أو الثالثة خرج منه ريح وأبدى المكان واحد من المأمومين. تمام. فهل هو لما يجي يعيد الصلاة أو بعد ما يتوضى من جديد، هل هو يصح لي إنه يعيد من مطرح ما خرج، وقت ما خرج من الفريضة يعني، ولا يبدأ الصلاة كلها من جديد؟ حاضر حاضر يا حاج صالح، شكرا على اتصالك. عظيم. زوجها نسأل الله الهداية، أم أحمد، يطلب منها أشياء يعني في العلاقة الحميمية هي تستقبحها، أو يعني ماذا تفعل، وهل لو قالت له لا ما حكمها؟ لا يجوز للزوج أن يستبيح من زوجته متعة إلا ما أحل الله عز وجل. وعلى الزوج والزوجة أن يتحاشوا ثلاثة أمور: ألا تكون متعة الجماع في وقت الحيض، لأن الله عز وجل شرط هذا في كتابه الكريم، قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الأمر الثاني: ألا يكون هذا الاستمتاع في موضع الدبر، لأن هذا محرم باتفاق أهل العلم، وقد ورد الحديث بلعن فاعله في سنن الترمذي، وإن كان حول الحديث كلام. الأمر الثالث: ألا يعني تمس أو تلعق المرأة موضعا من مواضع النجس، لأن هذا أمر لا يجوز من ناحية الجبلة والمروءة أن يحدث من امرأة تقرأ القرآن وتصلي وتذكر الله عز وجل بهذا الموضع. البعض يستدل على هذا، وأنا لست معهم نسأل الله الهداية، إن الشيخ فلان أباح أو شيخ كذا أباح، وأنه ما ليس هناك محرم إلا ما حرمه الله، و في الحيض وفي الدبر، ثم بعد ذلك يقولون كل شيء بين الزوج والزوجة. لكن هذا سمعته، لأن السؤال ده تكرر معنا من أخت أخرى في البرنامج، حضرتك قدرا كنت الذي تجيب عنها أيضا. نعم. لكن نقول يا أستاذ أحمد، يعني بالنظر الصحيح، يعني بلاش القواعد الفقهية، هل يجوز للمرأة أن تبتلع النجاسات؟ ده طبعا. طيب. هذا اللي بنتكلم عليه. جزاكم الله خير، وأنا معك في رأيك أو فيما ذهبت إليه، أسأل الله عز وجل القبول. الحجة زينب بدأت حديثها بأنها مسمحة في المهر، جزا الله خيرا. الحديث الحسن والضعيف والصحيح. طب لو الحديث ضعيف ولا يخالف القرآن والسنة، أو يعني في ظاهره، ما الحكم، ما حكم العمل به وهكذا، وتريد أن تفرق طبعا بين الحسن والضعيف والصحيح؟ دعني أولا أشكر الأخت الفاضلة السائلة حجة زينب. في الحجة زينب في مطلع حديثي أنها سامحت الزوجة في مؤخر الصداق، وأنا أسأل الله عز وجل أن تكون هذه سنة حسنة سنتها أختنا الفاضلة لكل من استمع إليها من أخواتنا المشاهدات، فيسامحن أزواجهن في مؤخر الصداق، فإن هذا يعني أقرب لعفو الله عز وجل، وأن تعفو أقرب للتقوى. الأمر الثاني: الحديث الصحيح والحسن والضعيف، هذه المراتب التي قسم علماء الحديث فيها الحديث. أما الحديث الصحيح فهو الحديث الذي استوفى شروط الصحة كاملا، من ناحية ضبط الرواة وعدالة الرواة واتصال الإسناد وعدم وجود الشذوذ وعدم وجود العلة. وأما الحديث الحسن فهو وسط بين الصحيح والضعيف. وأما الحديث الضعيف فهو الذي اختل فيه شرط من شروط الحديث الحسن، والضعيف درجات، ولذلك قال أهل العلم إذا كان الحديث الضعيف منجبرا يعني معضدا مقوى بمتابع أو بمشاهد أو برواية أخرى ولو مرسلة، فإنه في هذه الحالة الضعيف يقوي بعضه بعضا، وقد أخذ بذلك بعض الفقهاء، لكن في فضائل الأعمال وليس في باب العقائد ولا في باب الحلال والحرام والأحكام.
ومن هنا نقول أنه يحسن بالمسلم أن يتلقى حديثه دائما من الكتب المحققة، فلا أنا ولا أنت يا أستاذ أحمد ولا أختنا السائلة لنا باع في تصحيح الحديث ولا في تضعيفه. نعم. إنما لهذا جهابذة العلماء، وقد كفانا الله هذه المؤونة. فشيخنا الألباني على سبيل المثال حقق كتب السنة الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفصل صحيحها عن ضعيفها، أصبح الصحيح في كتاب مستقل والضعيف في كتاب مستقل. كذلك شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد شاكر حقق مسند الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم وغيرهم. فإحنا كمسلمين علينا أن نتلقى الحديث من الكتب التي سبق تحقيقها على يد جهابذة المحدثين، ففصلوا صحيحها عن ضعيفها، فنأخذ الصحيح ولنا فيه غرية وكفاية. الحسن من الضعيف ولا من الصحيح؟ الحسن من أنواع الحديث المقبول. هذا هو العنوان العام. تمام، عظيم. لو حديث ضعيف وكما يقال يؤخذ به في فضائل الأعمال، هل هذا صحيح؟ هذا المعنى صحيح؟ نعم، ذهب إلى ذلك جمهور المحدثين والفقهاء يعملون هذا. ما لم يخالف ما لم وضعوا له شروط، ألا يكون ضعيفا جدا، وألا ينسب صراحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون له مقوٍ تابع أو مشاهد يقوي هذا الحديث. فإن تقوى بمشاهد أو بمتابع فإنه حينئذ يرتقي. وهناك من أضاف شرطا رابعا، ألا يخالف أصلا شرعيا معمولا به ثابتا عنه، سواء في كتاب أو في سنة. شيخ شعبان، يعني أستاذن فضلتك في فاصل، ومشاهدين الكرام معنا فاصل، وهنجيب بقية الأسئلة إن شاء الله تعالى بعد الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. وكان في سؤال آخر فضلت الشيخ شعبان درويش للحجة زينب، أختها يعني ربنا يشفيها وعافيها، أتاها دور برد، ربنا يشفي كل مريض وعافي كل مبتلى، فلم تصلي سنة الظهر حين مرضها، فقالت لها الحجة زينب في قيام الليل جمعي هذه النوافل التي فاتتك وصليها في قيام الليل، هل هذا صحيح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، صلى الله عليه وسلم. في البداية طبعا نسأل الله عز وجل أن يشفي أختنا الكريمة شفاء لا يغادر سقما، وجميع مرضى المسلمين. آمين. ثانيا أقول للأخت المريضة هنيئا لك، فإن الله عز وجل لولا أنه أحبك ما ابتلاك بهذا المرض، لأن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني من هذه الأمراض. وفي حديث عبادة بن الصامت: يا رسول الله هذه الأمراض ما لنا فيها؟ قال: كفارات. وفي حديث عائشة: ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطايا. ثم هنيئا لك مرة ثانية أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أعفى المريض الذي كان مواظبا على صلوات النوافل أو على فعل قربات ما حال صحته وعجز عن أدائها أثناء مرضه، أن الله عز وجل يكتب له أجرها حتى ولو لم يعملها. ورد الحديث في صحيح مسلم: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. أما قول أختنا الفاضلة وإجابتها ان هي تعوض ما فاتها من فوائد السنن الراتبه في قيام الليل، فلعل مرادها يعني صليها في هذا التوقيت، يعني شوف اقضي هذه الصلوات الفائته من السنن في هذا التوقيت، يعني في الليل، لان صلاه الليل افضل من صلاه النهار. ان كانت تقصد هذا المعنى فلا باس بذلك. اما ان كانت تقصد انه يعوض الفوائد من السنن كثرة قيامها في الليل، فماشي برضو هذا معنى لائق، نقول هذه دي تشيل دي كما يقولون. إنما الصواب أن يقال إذا فاتتك من السنن الرواتب شيء فصليها وقت أن تذكري أو وقت أن تقدري. نعم. متى ذكرت أو متى قدرت. جزاك الله خير. نعم. والله الشيخ شعبان درويش أسأل الله القبول، ربنا يرزقنا علو الهمة في السنن، لأن يبقى في ظاهرة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي. في ناس بتصلي وخلاص، مجرد ما صلت الفريضة انتهت علاقتها بالصلاة،
لا تفكر في نوافل قبلية ولا بعدية، ربنا يهدينا. احنا لو مشينا كده هنخسر كتير جدا يا طبعا صحيح. الانسان هو الخسران، لانه الفرائض دي تجبر نقص النوافل، تجبر نقص الفرائض. وما احوجنا اليها شيخ الكريم، وما احوجنا اليها من الذي ياتي بالصلاة، وهذه هي الباقيات الصالحات وبيت في الجنة، من صلى الا 12 ركعة من غير فريضة 12 ركعة. نعم جزاك الله خيرا. الحاج صالح او الاستاذ صالح، الامام يصلي وخرج منه ريح، هو يسأل عن ماذا يفعل الامام بعد ذلك، هل يبدأ الصلاة من جديد ام يعني يتم ما فاته لو بقي له ركعة او ركعتين؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لكن انا لفت نظري ان اخونا الاستاذ صالح السائل بارك الله فيه قال انه الامام استخلف على الناس واحدا يكمل بهم الصلاة، هذا شيء حسن جدا. تمام. هي سنة الاستخلاف، اذا عرض للامام عارض يضطر الى الخروج من الصلاة لا يترك المصلين هكذا. هو يسأل عن حال صلاة الامام إنما بعد ذلك. حسنا ما فعل، اما ان ماذا يفعل الامام اذا تطهر يعني اعاد الوضوء، هل يصلي الصلاة من اولها؟ نعم يصلي الصلاة من اولها، لان الحدث ابطل ما صلى من صلاته، فعليه حينئذ أن يعيد الطهارة والوضوء مرة أخرى ثم يصلي الصلاة من أولها لأخرها. بارك الله فيكم. الله أعلم. سائل يسأل على الصفحة يقول السلام عليكم، أرجو الإجابة عن هذا السؤال لأني كلفت من شيخي بالبحث عنه، لماذا قال الله عز وجل في الآية يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام؟ سبل السلام قال سبل رغم أنه سبيل واحد الموصل للجنة أو لجنة الرضوان، وهو سبيل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصراط المستقيم. وقال عز وجل ولتستبين سبيل المجرمين، سبيل المجرمين، رغم ان سبيل الاجرام والضلال او سبل الاجرام والضلال كثيره. هو بيسال عن ناحيه بلاغيه. نعم. نعم. على العموم ما يحضرني في هذا المقام ما قاله الامام القاسمي عليه رحمه الله، سبل السلام هي طرق الخيرات والقربات وهي كثيره كثيره كثيره. فلا يحرم المسلم الخير أن كان، إن صلى فهذا سبيل من سبل الخير، إن صام هذا سبيل من سبل الخير، إن أتى الحج فهذا سبيل، إن أتى العمرة فهذا سبيل، إن تصدق فهذا سبيل، إن بر الوالدين فهذا سبيل، إن أمر بمعروف فهذا سبيل، إن نهى عن منكر هذا سبيل، كل هذه سبل تصل به إلى جنة السلام كما قال الله عز وجل. إذن سبل بمعنى طرق الخير وهي كثيرة جدا. وأنت تعلم الرجل الأعرابي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم في صل. طب قبل أن نأخذ الحديث معنا أم مريم من المغرب. أم مريم الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أم مريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نحمد الله ونشكره على هذا الخير الذي تقدمونه لنا من هذه القناة. نعم تفضل. وجزاكم الله خيرا. وإياك يا أم مريم، تفضلي بسؤالك يا أستاذة. اللهم أمين، تفضل. أنا وزوجي لنا بنتين وليس لنا أولاد ذكور، وزوجي له بيت ويريد أن يخطب نصيبا من هذا البيت لبناتي، فما حدود هذا النصيب؟ له بنت من غيرك يا أم مريم؟ لا ليس له بنت من لنا بنتين، له بيت بنتين. له أنت لك عندكما بنتان، زوجك يريد أن يكتب البيت؟ نعم. وليس لنا أولاد ذكور. نعم. وزوجي يريد أن يؤمن لهاتين البنتين نصيبا من هذا البيت الذي لم يكن. نعم تمام، فيكتب. نعم. فما حدود هذا النصيب؟ حاضر. في سؤال آخر؟ سؤال ثاني جزاكم الله خيرا. سؤال آخر جزاكم الله خيرا. تفضلي يا أم مريم. ما حدود طاعة الوالدين، وخاصة إذا كانت هذه طاعة الوالدين فيها مشقة ومضرة على الأبناء، ما حدود الطاعة جزاكم الله خيرا؟ حاضر. المشقة إزاي يا أم مريم؟ أم مريم المشقة معنا؟ نعم ما زلت معكم. المشقة أن هذه الأم تكلف بناتها أكثر من طاقتهن. حاضر. يعني عندما مثلا أنا في طاعة مع هذه الوالدة يعني أحس بمشقة.
طيب. مشقة كبيرة لأن هي تريد أكثر من طاقة من طاقتي وأنا لا أستطيع أن أعطيها. مع ذلك لأجل طاعتها وألزم نفسي بأشياء تضر بصحتي وتضرني أنا شخصيا. حاضر يا أمي. أريد أن أعرف ما حدود هذه الطاعة، فأنا بين نارين، بين لا أستطيع أن أستحمل ما تطلبه مني ولا وأريد طاعتها في نفس الوقت. نعم. في نفس الوقت. نعم واضح. الله يرضى عنك. وجزاكم الله خيرا، جزاكم الله، وأسألكم الدعاء لوالدناتي. ربنا يرضى عنك وعنهن يا رب العالمين، رب العالمين، ويرضى عن كل المسلمات وكل المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. شيخ الكريم، اسال الله عز وجل قبول حضرتك. كنت ستذكر حديثا مهما وانت تتحدث عن هذا المكان او هذا الكلام سبيل وسبل. نعم، كنت اريد ان اذكر حديث الاعرابي الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ان شرائع الاسلام قد كثرت علي. وأنا أريد أن أخذ هذا موضعا للشاهد، أن شرائع الإسلام تكثر كثيرة جدا. والإيمان 70 شعبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الشعب جميعا سبل من سبل الخير، فيناسب أن يأتي سبيل الخير مجموعا. أما أن يأتي سبيل الشر مفردا، لأن سبيل الشر في النهاية مآله هو مآل واحد. سبيل الشر في النهاية مآله مآل واحد، بمعنى إنه من عصى الله عز وجل بالصغيرة سيتجرأ غدا على معصية الله تبارك وتعالى بالكبيرة. من تجرأ اليوم على الصغائر سيتجرأ غدا على الكبائر، وبالتالي سيكون مآله إلى هذا السبيل الذي يعني يجافي طاعة الله عز وجل ويجافي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أنصح الأخ السائل أن يراجع هذا البحث في تفسير الإمام القرطبي، فقد ذكر أكثر من لطيفة بلاغية في هذا الباب. نعم. مادام هو مكلف من شيخه بالبحث فليبحث، وأنا دللته الآن على هذا المرجع. وإن راجع أيضا محاسن التأويل الإمام جمال الدين القاسمي فإن هذا سيكون خير وأبقى. جزاكم الله خيرا. أخت مريم من المغرب تسأل: زوجها وهي عندهما بنتان، ويريد أن يكتب الزوج يعني نصيبا للبنتين في البيت. نعم. فما حدود هذا النصيب للبنتين؟ المعلوم قطعا أن نصيب البنتين من إرث والدهما الثلثان، فإن كانت اثنتين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. نعم. فإن كان يريد أن يكتب بمعنى ألا يدع البنتين عرضة أن ينتقص من نصيبهما أحد من الورثة فيما بعد، إن كان إخوة ولا الزوجة الأم ولا غيره، فلا يكتب أكثر من نصيبهما الشرعي وهو في حدود الثلثين فقط. جزاكم الله خير. لا سؤال آخر، ولكن بعد اتصال أم أحمد وهو الاتصال الأخير في الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا أم أحمد. نعم. أنا كان عندي 3 أسئلة بعد إذنك. سريع، عند الوقت انتهى يا أم أحمد، تفضلي. حاضر. أنا كنت عايزة أسأل بس على سنة الظهر القبلية والبعدية. واحدة صديقتي قالت لي 4 بالتشهد اللي في النص، ولا 4 كده بيتصلوا التشهد لوحده أخير. تمام. وفي سنة برضو عايزة أتأكد منها اللي هي سنة الركعتين قبل سنة ركعتين أو ركعتين قبل ركعتين قبل المغرب؟ مش عارف انا. الاتصال انقطع من عندك يا ام احمد. طب يعني معلش، يبقى نجيب عن هذا وذاك ان شاء الله تعالى. ما حدود طاعه الوالدين؟ ده سؤال الاخت ام مريم من المغرب، وخاصه ان الام تطلب منها اشياء فيها مشقه عليها وعلى صحتها، فهي تريد ان ترضي ربها سبحانه وتعالى ولا تغضب امها. سيدي الحبيب، الحد الاول أن تكون الطاعة في المعروف فقط، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. الحد الثاني أن تكون الطاعة في حدود المستطاع، فإن الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحد الثالث ألا تكون في هذه الطاعة مضرة على أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. هذه هي الحدود الثلاثة لطاعة أي إنسان كائنا من كان. نعم جزاكم الله خيرا. أم أحمد قالت تريد أن تعرف سنن الظهر أو سنة الظهر القبلية والبعدية، عددهم قد إيه؟ معك 4 قبلها وركعتان بعدها، وإن شئت أن تكون 4 أيضا بعدها فلا بأس. وصلاة 4 كانت تسأل هل سرد بغير تشهد أوسط ولا متتابعة بتشهد أوسط؟ أقول الأفضل
في كل صلوات النوافل والتطوعات أن تكون ركعتين ركعتين، ركعتين منفصلتين وركعتين منفصلتين. هذا هو الأفضل المتعارف عليه عند عامة قبل وبعد، سواء في أي سنة من سنن النوافل، أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر. لو هنصلي الأربعة يبقى هنصلي ركعتين وركعتين. أما إن أرادت الوصال يعني وصل الأربعة ركعات وهو القول المرجوح، يعني احنا نبهنا على الافضل، الافضل اثنين لوحدهم واثنين لوحدهم. اما اذا ارادت الوصال فحينئذ ستصل من غير ان تشابه صلاة النافلة صلاة الفريضة، بمعنى ان تصلي اربع ركعات بدون تشهد اوسط، انما بتشهد اخير فقط، والله اعلم. جزاكم الله خير شيخي. في دقيقتين سريعا، معلش يا ام احمد، السؤال الثاني غير واضح، فمش انا مش عارف ركعتين سنة ايه، فمش مش هجاوب عنه، لكن ممكن حضرتك غدا تتصلي معنا ان شاء الله. الشيخ شعبان درويش يقول: حلفت بالطلاق على زوجة أخي ألا تنزل من السيارة وتذهب عند أهلها لوجود مشكلة سابقة بينها وبين زوجها في حضور زوجتي، ولكن أخاها قام بإنزالها بالقوة من السيارة، وقالت له وقلت له إني حلفت عليها ألا تنزل فلم يسمع، فهل علي ذنب في ذلك؟ أنا ما أعرفش إزاي يحلف. طبعا عليك ذنب، عليك ذنب التسرع في الحلف، وعليك ذنب الحلف بغير الله عز وجل، لأنك حلفت بالطلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ففي هذه الحالة نقول عليك أن تستغفر الله عز وجل وأن تتوب إليه، لأنهما معا، البنت زوجة الأخ وكمان أخوها، كلاهما أوقع اليمين. هل تقع منه الطلقة؟ لا لا، ما لا يقع به طلاق إلا إذا كان ينوي به عليه كفارة. لكن في هذه الحالة الإيقاع لليمين وقع رغما عنه، يعني وحتى وقع رغما عن الزوجة نفسها، يعني أخوها من أنزلها بالقوة. في هذه الحالة نقول اليمين لم تقع، لكن عليه أن يراجع نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل من هذه اليمين الخاطئة، في إنه لا ينبغي للمسلم أن يحلف إلا بالله عز وجل فقط. جزاكم الله خيرا. في أسئلة كثيرة وردت على الصفحة شيخي الكريم، والوقت قد انتهى. نعم. إن شاء الله تعالى مع حضرتك وناعد المشاهدين إذا كان في العمر بقية غدا نستكملها بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك شيخي الكريم، ونفع الله بكم، صلى الله عز وجل قبول. مشاهدين الكرام، ألقاكم غدا بإذن الله تعالى قبل الآن بساعة من الزمان تقريبا. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله وعنايته ورعايته. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فاسألوا